ملاقية البنات اللي سهلة وبسيطة ديال سلسل الحوت، يعني بطريقة مميزة وشرح بسيط. غنبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في صحة جيدة يا رب. اليوم بإذن الله غنخدم معكم واحد الملاقية اللي بسيطة وسهلة، وبالنسبة للبنات المبتدئات يعني حتى هما يستافدوا منها. بسم الله، كما كتشوفوا انا تبت الحرير ديالي في الثوب، وغدا نجي القبالت يعني هذيك الدقه اللي ضربت في الثوب على هذا الشكل هذا باش تجيني مكروزه. دابا البنات الحرير ديالي ها هو لتحت انتوما كما كتشوفوا، نتمنى تكون باينه ليكم انتوما. نحاول البنات باش يبان لكم الفيديو مزيان. كما كتشوفوا الحرير ها نتوما في الصبع ديالي، غنرجعو بحال هكا الفوق وباش ندير غرزه. دابا البنات انا باش ندير غرزه في الثوب كما كتشوفوا انا خليت هنا واحد لي سباس بيناتهم. نحاول نقرب ليكم شويه، خليت واحد لي سباس هنا باش يبان ليكم كما كتشوفوا، يعني ضروري كتخليو. دابا الحرير ديالي كما كتشوفوا لحتى البنات الحرير ديالي الفوق، وكنجي هنا ما غاديش ندير البنات غرزه، انا غندير جوج ديال الحبكات. ها وحده الحرير ديما تيكون هكا كما كتشوفوا فوق، ثانيه يعني بحال غندير جوج ديال الحبكات على هذا الشكل هذا، وكنجي عندي غرزه هنا، عندي غرزه هنا ما غاديش نضرب فيها، وغنجي هنا وندير غرزه على هذا الشكل هذا هانتوما. من بعد البنات ما درت هذيك الغرزه، عندي هذا الفراغ هذا غندير فيه جوج ديال الحبكات. من البنات هذه الملاقيه ديال سلسل الحوت راه كتجي زوينه. ونعاود نجي لحدا الثوب وندير غرزه في الثوب على هذا الشكل هذا. الحرير ديالي ما كيكون الفوق، كان بغي نخدم هنا في هذا الطرف هذا كما كتشوفوا. غندير البنات ثاني جوج ديال الحبكات، واحد جوج هكا، وكنجيو هنا نديرو غرزه في الثوب. المهم كما قلت لكم خلوا لي سباس ما بين الغرزه والغرزه باش البنات الخدمه كتجي باينه. كنبقى نحبك جوج ديال الحبكات هكا، ونجي تاني نخلي واحد شويه ما بين الغرزه والغرزه، ونبدا تنحبك في هذيك الخيط على هذا الشكل هذا هانتوما. كنجي البنات عاوتاني هنا وتندير غرزه في الثوب هذا الشكل هذا، وتندير فيه جوج ديال الحبكات من الوسط. يعني البنات هاد الملاقيه راه ما كينمسها منها، وطلع البنات يعني دغيا تطلع هكا. الحرير ديالكم من فوق من كتبغوا تحبكوا يعني في هذاك الخيط اللي كنخلي تندير فيه جوج ديال الحبكات، وتنجي البنات في الجنب ديال الثوب. الحرير دابا كما كتشوفوا من كنبغي نخدم هذا الاتجاه، الحرير هو لتحت تنحبك فيه تا هو جوج ديال الحبكات على هذه الطريقه هذه هانتوما جوج ديال الحبكات. وتنجي تاني البنات للثوب تندير غرزه فيه، الحرير الفوق هكا ديما صافي البنات. وكتعاود ديروا يعني كتبقاو ديروا غير غرزه البنات كما كتلاحظوا، غير غرزه في هذا الجنب وغرزه في هذا الجنب. اما هذا الفراغ هذا تنعمروه بجوج ديال الحبكات البنات، يعني ماشي غرزه حبكه. هانتوما كتشوفوا الفرق ما بين الغرزه وما بين الحبكه. نحيد هذا الخيط هذا. صافي عاوتاني تندير غرزه في الثوب بحال هكا. ملي كندير غرزه في الثوب كنعمر البنات هانتوما كتشوفوا دابا الحبكه كنطلعها نيشان هانتوما، يعني البرا من الدائره
كنرجع. هذه هي الغرزة البنات، هذه هي الغرزة. دابا انا اللي درت في التوب غرزة. دابا الحبكة هانتوما، هذه البنات الحبكة هكا كتجي وتخدموا هنا. هذه البنات راه تقدروا تجمعوا بها الجلابة ديالكم كاملة، ديروا بها المونطاج، راه كتجي زوينة البنات. وعن تجربة كنجيو تاني هنا، هانتوما كي كتجي، كتجي على هذا الشكل. هذا هي حاجة واحدة كتبقاو تعبروا، يعني ماشي هنا كبير وهنا صغير، يعني نفس كما كتشوفوا هانتوما نفس العبار، يعني نفس عينكم ميزانكم البنات هكا. غنجي تاني نشد لها نفس العبار هكا، باش تجيني الخدمة ديالي حساب وتجيني الملاقية مقادة مع بعضياتها هانتوما. دابا ملي كنبغي البنات انا ندير الغرزة، ما كتشوفوا الحرير من فوق البرا هانتوما، يعني البنات الحرير من فوق البرا، ولكن دابا الحبكة لا هانتوما، الحبكة الخيط من تحت البرا هانتوما. نتمنى هاد الخدمة تنال الإعجاب ديالكم. سمعوا لينا البنات على هاد الصداع هذا، نتمنى الفكرة تكون واصلاكم. هانتوما نضرب في التوب، واحد جوج، نضرب في التوب البنات بحال هاد الشكل هذا. يعني الحرير ما كنلقاش مع صعوبه، فاش انا البنات كندير الغرزه، فاش كندير الغرزه يعني الحرير ديالي كيبقى هكا كما كتشوفوا، كيبقى هكا صافي. كنبدا نطلع البرا هكا على الشكل هذا ها نتوما من الوسط. دابا ملي كنبغي ندير الغرزه في الطرف الثاني كندور الحرير لتحت وتنجي هنا باش ندير غرزه على هذا الشكل هذا ها نتوما. يعني الحرير ديالي نفس الطريقه كيبقى لتحت كما كتشوفوا انتم، الدائره ديالي كتبقى لتحت صافي. داك كنعمر في هذا الخيط، يعني كيبقى ليا واحد الخيط ها هنا كما كتشوفوا، يعني هاد الدائره كما قلت لكم كتبقى لتحت صافي. كنبدا نعمر ثاني في هذاك الخيط جوج، كندير فيها البنات جوج ديال الحبكات انتم. وهنا غنرجع لدابا الحرير، دابا تلاح الفوق كما كتشوفوا انتم، وكنبقى ثاني نعمر في الخيط، يعني الدائره ديالي راها تدار ليا في الاول. كنبدا انا غير نعمر في هذاك الخيط ها نتوما. دابا الدائره لتحت، ملي غنبغي نخدم في هذا الاتجاه هذا، الدائره لتحت غندير غرزه في الثوب ها نتوما. دابا هي الغرزه على الشكل هذا. دابا اش غندير البنات، غنبدا نعمر. تقدروا حتى هي تخدموها باللوان، راها كتجي زوينه باللوينات هكا. ونجي للجنب ديال الثوب وندير غرزه وكنبدا نعمر، واحد جوج، يعني ما تفوتوش جوج هكا هانتوما هانتوما البنات الشكل هذا. وغنكمل في العمل، كنعمر جوج ديال الغرزات، نجي هنا هاد الشكل هذا ونبدا نعمر، واحد جوج ثوب غرزه، غرزه البنات يعني هالغرزه كما كتشوفوا انتم، هالغرزه يعني هذه هي غرزه ديال الراندة البنات. دابا هنا ما كنديروش غرزه كيف قلت، الحبكه باش حنا نحصلوا على هاد السلسول هذا انتم، خاصنا نديرو الحبكه، خاصناش نديرو الغرزه انتم. انا نقدر ندير لكم شي لون اخر باش هكا الخدمة غتبان ليكم كتر هانتوما. دابا الحرير البنات كيما كتشوفو بدا يقصر، يعني خصني ضروري نبدل الحرير هانتوما. نتمنى يا ربي الخدمة تعجبكم، ندير خيط اخر. دابا كيما كتشوفو هانتوما البنات، راني درت دابا حرير اخر غنخدم بيه.
دابا من بعد البنات ما درس غرزة في الثوب غنبدا نعمر في هذا الخيط هذا كي كيبان لكم، يعني البنات هذا الخيط هو اللي كنعمرو بجوج ديال الحبكات على هذا الشكل هذا، وكنرجع نضرب في الثوب هكا وكنحاول نكرش شويه باش البنات ما تجينيش هكا الخدمه محلوله، يعني البنات يعني الكريسه هو راه كيلعب دور. هنا نشد واحد القياس ديال ما بين هذيك الغرزه والغرزه كما كتشوفوا، ونعمرها بجوج ديال الحبكات ونعاود نضرب في الثوب واحد جوج نضرب في الثوب. البنات راه بالنسبه للبنات المبتدئات المعمره ما زدت البرا والخيط، راه هذه البنات راه ساهله والله تساهله، لانها تقدروا تخدموها ان شاء الله في وقت وجيز. البنات انتم راه غير بحال هكا جوج حبكات وكتضربوا في الثوب بحال الشكل وكتكملوا هكا ديكم جوج ديال الحبكات. كنرجع الحرير الفوق وتندير غرزة في الثوب وكنبدا نعمر جوج ديال الحبكات الخيط، كنرجع الحرير لتحت وتندير غرزة غرزة البنات يعني غرزة في الثوب على هاد الشكل هذا غرزة في الثوب انتوما على هذا الشكل. البنات كتجي نتمنى يا ربي تكون واضحه الخدمه لان الاضاءه البنات ناقصه بزاف، نتمنى البنات تكون يعني استفدتوا من هذه الخدمه وان شاء الله تخدموها وتجيكم سهله. انتوما نعاود هنا واحد الغريزه في الثوب هكا. البنات ما تنسونيش من التعاليق ومن اشتراك في القناة ديالي، الله يجازيكم بخير البنات هكا باش القناة ديالي تكبر بالفضل ديالكم، ونعاود نضرب في الثوب. الخيط ملي كيسالي البنات كدفنوه في الثوب وكتزيدوا عليه الخيط الثاني انتوما هذا الشكل هذا. عاود نضرب في الثوب يعني دي اخر غرزة لان الخيط البنات بدا تيقصر. البنات نتمنى هاد الخدمة تعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله وليا فريوسكم وشكرا لكم البنات.